كعادتنا في أصول اللعبة ما بنجيبش حاجة نتكلم عنها غير لما بنجيب أهل خبرتها هم اللي يكلموا عنها. وأنا شخصيا أحد الناس في ريادة الأعمال بشكل عام معجب بيهم من قبل ما أعرفه خالص، معنا مهندس وائل فخراني. أنا بقول لك أنا معجب بحضرتك وحضرتك رول موديل بالنسبة لي من فترة يعني، وأنا هنا مش عشان أسأل حضرتك، أنا هنا عشان مستمع زيهم. كل الناس محتاجين إن يعرفوه بس شوية حاجات كده بسيطة. أولهم أنا بالنسبة لي أنا اللي ساعدني حتى في شغلنا إن الناس دايما شايفة إن البيزنس فلوس بس، هو فلوس والفلوس مهمة، بس هم مش متخيلين قد إيه فكرة إن أنت تضيف فاليو أو قيمة مجتمعية بشكل ما للبيزنس بتاعك. هو الناس هتشتغل وهتجيب فلوس وهتأثر في الأرض وناس هتدعي لك إنك تشتغل 100%. حضرتك الملعب وقول لنا نعمل إيه. ربنا يخليك. هو رائد الأعمال دوت واحد غضبان متضايق من مشكلة وعنده هوس بحلها، هوس يكاد يصل لمرحلة أنه ما بينامش من أنه عايز يحل المشكلة دي. من أول أصغر رائد أعمال لغاية أكبر شركة في العالم بيبقى ليها هدف، الهدف هو حل المشكلة. لو حليت المشكلة لشخص كويس قوي، لو أنا ساعدتك في حاجة كويس قوي، لو ساعدتك وساعدت عيلتك هايل، لو ساعدتك وساعدت العمارة كلها هايل، ممكن أساعد الشارع بتاعكو، أبتدي أحل المشكلة لعدد كبير من الناس. كلما حليت المشكلة بطرق علمية، بطرق بتاخد بيها بأسباب الأمور، بطرق فيها لوجيك، بتقدر الفلوس بتبقى منتج ثانوي. فريادة الأعمال مالهاش علاقة بالفلوس خالص، هي بالصدفة بتجيب لك فلوس كتيرة جدا لو حليت مشكلة كبيرة. صح. أنا دايما بقول لو عايز تعمل مليار دولار ساعد مليار بني آدم. صح. بمنتهى السلاسة، لو عندك تطبيق أو خدمة أو منتج في مليار بني آدم بيستفيدوا منه، أنا متأكد أنك هتعمل مليار دولار. طيب ما هو الكلام بالنسبة للناس بيبقى يعني هو بياخد الكلام ده وهو بيروح نازلين على الملعب وبيخبطوا وفي الاخر بيقول لك انا فشلت ورحت قلت اللي انت عملتوه اروح اساعد الناس وخلاص، وهو مش فاهم فكره ان احنا يا جماعه بنقول القاعده الاساسيه هي اعقلها وتوكل. تمام. فازاي نجمع بين الاثنين دول ونحطه على طريق انت لو عندك فكره تعمل ايه؟ تمام. هو ناس كتيره جدا بتبص للموضوع من ناحيه الفلوس. حتى يعني ايه، احنا دايما كنا احنا طلعنا واحنا صغيرين نتكلم على رجال الاعمال. رجل الأعمال ده واحد وسيط أو مستورد أو بيضيف قيمة طبعا. هو ميدل مان، هو وسيط ما بين بايع ومشتري. كويس. ده واحد مهتم بالفلوس والسلعة بتاعته سلعة فلوس. إنما أما تيجي تتكلم على رائد الأعمال أو واحد بينشئ شركة، هي الأساس هي حل المشكلة. طيب إحنا أول حاجة عشان نحل المشكلة لازم نبقى نمرة واحد مهووسين بيها، عارفين كل أبعادها. لازم تبقى فاهم كل تفاصيل المشكلة. لو بتشتغل في الهندسة أو في النجارة أو في أي حاجة. صحيح. أو في بيع السندوتشات حتى، لازم تعرف كل حاجة. فنمرة واحد تبقى عايز تحل مشكلة، كلما كانت المشكلة كبيرة لعدد كبير من الناس كلما كان أحسن. نمرة اتنين يكون عندك ثقافة إنك أنت تقدر تشتغل مع ناس كتير وتعين ناس أحسن منك. فكرة إنك أنت تجمع ناس حواليك وتجمع الناس على نفس الهدف. الصعوبة في ايه؟ ان انا ممكن اكون مهووس بان انا اعمل اكل للناس، عايز اعمل مطاعم، واخبط عليك انت جاري يقول لك يا محمود لو سمحت تعالى اعمل معايا المطعم. فانت اول حاجة تيجي في دماغك ان احنا نعمل مطعم وهنكسب 200,000 جنيه في الاسبوع، في 4 أسابيع يبقى 1,000,000 جنيه في الشهر، في 12 ابتديت تصرف الفلوس في دماغك. لو انا وانت، لو احنا عندنا 50% من المصنع وانت عندك 50%، لو احنا ما عندناش نفس الهدف بتاع ان احنا نمرة واحد عايزين نحل المشكلة لعدد كبير من الناس وان احنا عايزين نصبر على مكسبنا، هيبقى في مشكلة في الشراكة. صحيح. ولازم اقدر يبقى عندي قلب جامد ان انا ما خافش ان انا اقتحم السوق. انت دايما كنت بتسأل بتقولي ايه، اقعد ادرس ولا انزل؟ لا، انزل. صحيح. وانزل بسرعة وخد فوق دماغك واكسبوز يور سيلف، يعني عرض نفسك للنقد. ولو عندك منتج نص نص وديه لاخواتك واهلك واصحابك ووريه لهم، خليهم ينتقدوه وصلحه بسرعه وروح تاني وخلي قلبك جامد وجلدك تخين زي ما بيقولوا. صحيح. لو عملت كده 10-15 مره
المنتج هيبقى اولموست بيرفكت تقريبا، ما فيش منتج او خدمه بيرفكت بس هيبقى احسن بكتير قوي. باشمهندس، من ضمن الحاجات اللي الواحد شافها ان في ناس بتتخض من النجاح، هو جه صدفه، هو ما كانش حاسبه صح، وبيشوف ناس برضو كتيره يعني هو نجح في مرحله معينه، اللي هو دايما بتلاقي الحته بتاعت هو فتح المطعم فالناس عجبها الاكل فبتلاقي بقى كده المستوى نزل. هل ساعات النجاح بيعطل الدماغ، يعني بيعطل عجله الافكار ان هي تدور وتطور؟ 100%. هو الفكره كلها، انا عندي تعريف بسيط جدا، انه انت محتاج عشان تبقى ناجح انك تصفر العداد كل يوم. كل يوم ما تفكرش في اليوم الهايل اللي انت عملته. احنا النهارده انا وانت شركاء عملنا 10 مليون جنيه. لو نمنا نحلم بال 10 مليون جنيه من غير ما نفكر في بكره، بكره هنبقى وحشين. صح، بكره هنبقى وحشين. قيس على ده في الرياضه، وقيس على ده في الكوره، وفي سوري في البيزنس، وقيس على ده في الاقتصاد، وقيس على ده في كل حاجه. طب بخصوص كلمه ان احنا نجمع الناس حوالينا، وبخصوص انت قلت حضرتك في الاول فكره الاستعانه بايدي تانية، يعني انت مش شرط تكون انت البطل وان مان شو، انت بتعمل كل طبعًا حاجه طبعًا. وان احنا بنقول للناس يلا انت تقدر تنزل فانزل انت يلا. كانت خصوصا الناس اللي بتبدا بيزنس صغير ولما ربنا يكرمها وبتنجح بيفضل يكمل بس بنفس الايادي اللي فاتت ويدخل الدايره الثانيه. صح، فبتلاقيه وقع. واحنا هل انت شايف هو ده كانت وجهه نظر انا في حتى في شغلنا او دايما بقولها للناس، بس انا ما اعرفش اذا جت صح ولا غلط، يعني حضرتك صحها لي. فكره انت مش لازم تستنى 10 سنين عشان يبقى عندك خبره 10 سنين، انت ممكن تستهين بالناس اللي عندها خبره 10 سنين حتى لو انت متخيل ان الكوست المادي عادي عليك حاليا، بس انت لا، ده هو هيوفر لك وهيجيب لك 10 سنين عندك خبرات وهيساعدك في ده. هل حضرتك انت مع انه هو يستنى وياخد الفتره دي ولا لا يستعين بالكوادر بقى؟ طبعا طبعا. اكبر مثال، احنا كنا عايشين وكنا كبار سنه 2006 ما فيسبوك اتعملت. صحيح. الولد اللي عمل فيسبوك دوت كان رئيس شركه مش كويس، وهو اعترف انه رئيس شركه مش كويس. بس مش مهم انك مش كويس. سنه 2006 الراجل ده كان لسه عنده حاجه 20 سنه، خرج من جامعه هارفارد، ساب الجامعه وعمل فيسبوك. ما حدش علمه الاداره، ما حدش علمه فكره انك تبث الطاقه في الناس. فخسر كتير قوي. طبعا عمل منتج عالمي، ولكن جمع حواليه ناس وابتدى يتعلم. فبالتالي مهم جدا ان انت تحاول بقدر الامكان انك انت تجيب احسن ناس في الدنيا وتتاكد انهم بكل المقاييس انه كويس وانه احسن منك، وفي نفس الوقت دورك انك تجيبه وتسيبه تماما طبعا تتابع كل شويه على فلوسك وعلى مالك، بس في نفس الوقت تجيب واحد احسن منك في التسويق. انت مش هتفهم في التسويق والحسابات والعمليات. صح. وكل حاجه زي النهارده كام واحد بيصورونا واحنا قاعدين، في ناس متخصصه في الصوت، في ناس متخصصه في الصوره، في ناس متخصصه في الاخراج، كل واحد بيعمل شغله. لو في واحد بس بيعمل كل الشغل هيبقى برنامج مش كويس. صح. طب باشمهندس، في بعض الحالات اللي بتحصل دلوقتي ما بين اتنين، ما بين واحد ربنا كرمه ونجح في حاجه او ظهر بشكل ما ان هو ناجح في الحته دي وما زال داير، وما بين المنافس اللي مش شريف. المنافس الشريف ده حله كويس، ده كده كده ده راجل بالعكس ده دافع ليك وبيشوف شغله مش مركز معاك انت، فاسمه منافس شريف ده. لكن انا بتكلم عن المنافس الغير شريف اللي هو شايف ان هو اطلع له ليه لما انا ممكن انزله، يعني اسهل لي بدل ما انا اتعب وابقى زيه انا ممكن اجيبه معايا تحت وخلصنا. اقول ايه ده اللي بيتعمل ده، واقول ده المنافس غير شريف اللي هو شايف انه نسحب الراجل معانا تحت احسن. تقول لهم الاثنين؟ اقول حاجتين ثلاثه. يعني اول حاجه، احنا بلدنا دي تستاهل اكتر من كده بكتير. بلدنا دي الطاقه بتاعتها، السوق بتاعنا السوق المحلي بس، لا تصدير ولا حاجه، في 100 مليون بني ادم. صحيح. 65% منهم تحت سن ال 30. كويس. بلد شابه، بلد عملاقه، سوق رهيب، في فرص في كل حاجه بنعملها. نمره واحد. نمره اتنين، من كتر المشاكل اللي عندنا في اي حاجه هتلمسها فيها فرصه. صح. الصحه فيها فرصه، التعليم في الزباله فيها فرصه، الشوارع في المرور فيه فرصه، النقل فيه فرصه، التجاره فيها فرصه، فرصه عملاقه. صح. مش فرصه طبيعيه. اديك شايف الشركات اللي جت مصر استفادت ازاي. صح. فنمره اتنين. نمره ثلاثه، فكره انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل كده عشان اعمل شويه فلوس ولا اخدم ناس؟ لو انت عايز تعمل فلوس، على فكره انت ممكن تعمل فلوس، يعني بجد لو انا وانت قررنا نعمل فلوس ولا قدر الله فلوس مش كويسه، ده شورت كورنر هنعمل فلوس ومفيش اي مشاكل. بس في الحقيقه
انا وانت مش هنعرف نبص في المرايه. انا وانت هنحس ان احنا فلوسنا دي مش حلال. انا وانت هنحس ان احنا ولادنا اللي احنا بنربيهم دول مش هيبقوا بني ادمين صالحين في الدنيا. صحيح. انا بقولش ان كل الناس لازم تبقى يعني انبياء، لا. انا بقول انه اي ضرب تحت الحزام، اي طريقه مش كويسه في الشغل بتتفقس بسرعه جدا. الحاجه الوحيده اللي بتقعد تتبني هي السمعه، هي الشغل كويس. السمعه والطيبه والنجاح والحاجات الوحشه والكويسه في الدنيا بتيجي على المدى الطويل. يعني انت النهارده انا هسرقك، وبعدين هسرقك تاني، وبعدين هسرقك تالت، وبعدين مش هتشتغل معايا فاروح اسرق حد تاني واعمل معاه شغل مش كويس. بعد 10 سنين هيبقى معايا فلوس بس هبقى ايه؟ صحيح. هبقى حرامي. حرامي. على العكس انت فضلت محترم وبتعمل الشغل كويس هتخسر سنه واثنين وثلاثه وعشر، هتمسك نفسك وهتفضل تعمل الصح. بعد 10 سنين هيطلع عليك سمعه كويسه. تفتكر لو في مستثمر كبير في مصر جاي يعمل حاجه كبيره يشتغل معاك ولا يشتغل معايا؟ صح صح. هو ده اللي بيقوله الناس. انت حبيبي انت ما حدش يجي يقول لك انت معاك كام في هشاركك. انت مين؟ انت مين؟ سمعتك ايه؟ عملت ايه؟ تسوى ايه؟ بالظبط. هو ده السؤال الاخير اللي حضرتك شايف. لو مسكنا كده دراسه جدوى مشروع، اخبار الفلوس اهم ولا العنصر الادمي والبني ادمين هم الاهم؟ الادمي طبعا. انت بتشتغل بعقول وايدين الناس. لو جبت حواليك ناس عقولها مش كويسه وصنعتها مش كويسه هتفشل حتى لو معاك مليارات. في نفس الوقت لو جمعت حواليك ناس عندهم امكانيات متوسطه بس بيحبوك وعايزين يشتغلوا جامد ممكن يسهروا ويشتغلوا معاك. صح. وممكن بامكانيات صغيره يحصل شويه بركه او شويه شغل تقدر تكسب بيه منافسينك اللي عندهم مليارات ومئات الملايين من الفلوس. اكيد. صحيح. طيب حضرتك يا باشمهندس في ختام الحلقه، حضرتك اب ورائد اعمال ولا يخفى طبعا دور الاب والام في حياه اي شاب، يا ناس يا ابهات وامهات طبعا مع احترامنا ليهم، اقعد يا ابني جنب الحيط، امشي جنب الحيط، الراجل يبقى كده. فكانوا دور جد مهم جدا في كمكمه الراجل ده. تمام. يعني كان عنده. تمام. والعكس، يا ناس كانت هي اللي ليها الدور المؤثر وهي اللي كانت بتدعم وطلعت. نقول ايه للاباء والامهات حاليا، ونقول ايه بقى لو عايزين نقول كلمتين في الشباب؟ الاباء والامهات جزء كبير من ثقافه رياده الاعمال مقفولة ومربوطة في مصر نتيجة الأبهات والأمهات والخالات والعمات والجيران اللي هم بيكسروا مقاديفك. بقول الأباء والأبهات والأمهات ما تعيشوش الحلم بتاعكم في ولادكم. كويس. أنا مهندس وما فيش حد من ولادي مهندس، ومراتي اقتصادية وما فيش حد من ولادنا اقتصاديين. في الآخر خالص أنت ربنا عاملك بشوية حاجات نيجاتيف وبوزيتيف، عندك مميزات وعيوب. لو تقدر تكتشف بسرعة مميزات ولادك وسيبهم ينطلقوا، وده مشوارهم هم، يعني دي حياتهم هم، دي مش حياتك. صحيح. خليه يبقى سعيد، خليه يبقى سعيد في حياته. وصدقوني أنا أب وعارف كمية البركة اللي هتيجي للعيال دي إنها بتعمل حاجات بتحبها، كمية الفلوس اللي هتجيلهم وكمية البركة والسكينة بتاعت إن هو بيعمل حاجة كويسة غير طبيعية. فدي النصيحة الأولانية، خلي ابنك يجرب وبنتك تجرب. طبعا راقبه وطبعا انصحه طبعا حبه، بس في نفس الوقت خليه يجرب. ايه المشكله لما يتعور؟ صح. ايه المشكله لما يتخبط خبطتين ثلاثه؟ مش هيحصل له اي حاجه. صحيح. فدي النصيحه الاول، خلوا الاولاد تعيش حياتهم هم مش حياتكم انتوا. صحيح. ومفيش فكره لازم تكون جباره او ما كانتش موجوده في الدنيا عشان تبقى رائد اعمال. طبعا ممكن تكون عبقريتها في بساطتها اصلا. طبعا يعني. وانا دايما يعني كان الواحد سمع كلمه من واحد زمان، يعني قال له الناس بتوع العقارات بيشتغلوا هم اكتر ناس بيكسبوا، في حين وضع اللي قال له ما حصلش. انا اعرف ناس، ياما ناس عملت ابراج من عربيات فول بس هو عشان متقن فول وناس بيجي له، وياما ناس اتقرب بيوتها من العقارات. هي الفكره في البني ادم، الفكره في البني ادم، وعمر الفلوس ما عملت بني ادمين. بس البني ادمين الصح بشكل صح بالدرس حاجتها صح هتعمل فلوس ومش هتهمها الفلوس 100%. انا طبعا كلام لسه ما خلصش. يعني احنا ممكن ادي نصيحه للشباب؟ طبعا. اول حاجه خليك طيب. كويس. انا بدور دلوقتي على ناس عندها كاركتر اكتر ما عندها شطاره. الشطاره تتعلم. انا لو ما بعرفش اعمل الترابيزه دي، لو انا نجار مش كويس، انت مره في اتنين في ثلاثه هتزعق لي هعرف اعمل النجار. انما لو انا مش نظيف في صنايتي، لو مش كويس في صنايتي مش هعرف. لو انا شخصيتي مش كويسه مش هتعرف تصلح كده. فنمره واحد خليك طيب. دور على الناس الطيبه اللي حواليك، الشاطر والطيب. انا مش عايز شاطر بس،
انا عايز طيب الاول وبعدين شاطر، وده عكس الطبيعي، عكس ال... وده النادر يعني. ده النادر. انا عايز حد بيحاول يحل المشكله، بيحاول يدور على المشكله ومتاكد ان الفلوس هتيجي. نمره 2، جرب مليون حاجه، انزل في السوق وجرب، ما تقعدش في اوضتك تحلم انك تبقى شاطر ورائد اعمال. انزل الشارع، عايز تعمل دراسه جدوى عن مساعده العربيات اللي بتقف في الشارع، انزل وقف عربيتك في الشارع واعمل انها وقفت، وكلم التركات اللي تيجي تساعدك وشوف هتعمل ايه. النزول في الشارع والحركه بتخليك عندك احساس بالسوق باكبر بكتير قوي من انك تقعد في اوضتك وتدرس الحاجه على ورق. الورق مهم والتفاصيل مهمه والدراسات مهمه، بس النزول بسرعه مهم جدا جدا. انا هاخد، اسمح لي ان اخد موعد من حضرتك، ان دي ما تكونش الحلقه الوحيده، ان الناس يعني الموضوع ده يعني ما تعرفش الكلمتين دول ممكن يعملوا ايه في بني ادم. يا رب قاعد يا رب ان شاء الله باذن الله يكونوا في ميزان حسناتك ان شاء الله، حسناتنا يعني. واتمنى تقول للناس ان انت هتكون موجود معانا ان شاء الله. خلاص انا اوعدك ان انا اكون موجود معاك في حلقه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله رباني. زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط ومش معقد، ولكنه حقيقي. هي الفكره في ان هو حقيقي يعني، لازم تكون انت صادق في ان انت عايز تعمل ايه، مش فيك يعني، مش طيب فيك، مش تمثل انك طيب، مش تمثل انك بتدرس، مش تمثل انك عايز تبقى رائد اعمال، انت لازم تكون انت كده فعلا يعني، وتاخد بالاسباب وبقى النتائج دي بتاعت ربنا. ان شاء الله حلقه تانية مع مهندس وائل ان شاء الله باذن الله، وهنكمل فيها رياده الاعمال ونشوفكم على خير ان شاء الله.